ما ادري اذا مر عليكم هالترند، بس شفتون ايش سويت هني؟ بسوي نفسه على اظافري. حلقة اليوم عبارة عن لوحات على الاظافر. السلام عليكم يا جماعة، وياكم هدى المرزوق، وهذه قناتي المختصة بالفن. بستخدم باكيج النيل بوليش من الكوليكشن الرمضاني من سيفورا. الباكيج فيه الثلاثة ألوان، رقم 201، 701 و801. خل ببدي بهاللون رقم 701، بحط منه هني على هالضفر، وهذا بنطر على اللون ينشف. خل باخذ الحين اللون الأحمر، بشيل منه بهالفرشاة الصغيرة وبحاول أرسم بهني إشفة صغيرة. بيصعب، قاعد ارسم بايدي اليسار، ما اعرف ارسم بايدي اليسار. شوف شلون صارت، بحطها الحين على هالطفل هنا. بسم الله، لا احس عفست الدنيا، حد عفست الدنيا. حطيت عليه مره ثانيه، خل بحاول احطه، يا ربي يتوقف. بسم الله بسم الله. زين، خل بعدل عليه. نطلع نيل بولش ريموفر، بنظف شوي هني حق تتعدل. بنظفها هني، احس لو حطيت اللون بالفرشاة دايركت لي يطلع ارتب، تصدقون؟ حطيت واحدة هني وبحاول احط واحدة هني، يا رب تضبط. هذه اخر واحدة احس عشان لا يصير زحمة. امبوي، سويت واحدة جديدة، خل بحاول احطها هني. بسم الله، انا ما اقدر اشوف بعد المشكلة. اوهو، بعد برا. خلاص يا جماعة، لأنك الحين ما أخربهم فبكتفي بهالثنتين. حق هالضفر بجيب فرشاة فيها أحمر وبرسم قلوب صغار هنا على الطرف بهالشكل. خل بزيد قلوب في أماكن عشوائية. خل بصبغ الحين باقي الأظافر بشكل عادي. حدهم يجننون، شوفوا ضفر القلب شلون جميل. أحسهم يناسبون أجواء الفالنتاين. لازم تخبروني إيش رأيكم بالنتيجة. خلصنا من اللوحة الأولى، وقت اللوحة الثانية. لأن ما عندي صبغ أظافر أخضر فباخذ أكريلك أخضر بالفرشاة الصغيرة وبرسم في أظافري زرع بشكل عشوائي بهالشكل. خل باخذ الحين شلوشن بحطه على الطاولة وبحط عليه صبغ أظافر بنفسجي. شي بخليه ينزل، بشيل الحين بعد فرشاة صغيرة وببدي أرسم وردة هني. شكله يبقى لي بعد كذا طبقة منها أو من اللون. خل بنزل الحين بنفسجي، أفتح بحط على أطراف الوردة اللي سويتها. اني اتوقع ان مسوي الوردة يعني بهالشكل، اني بعد نقاط. شوفوا الوردة هني شلون، بس بسويها شي بنفس الطريقة. لان ما عندي صبغ اظافر ابيض فباخذ اكريلك ابيض، وبعد بحط منه شي بهالشكل على الورود. بحط اكثر هني، باخذ من البنفسجي وبعدل على الوردة. حطيت شلوشن ثاني وبنزل عليه وردي، وبسوي بهالوردي بعد ورود. احس يحتاج ينشف واحط عليه طبقه ثانيه. خل باخذ الحين وردي فاتح وبحاول اعطي تفاصيل للورده. خل باخذ اخضر غامق درجه ثانيه، بحط لاينات اكثر على هني وبرسم اوراق. خل باخذ اسود وبحط منه على الزرق اللي سويته، بحط عليهم بعد شوي لاينات بالابيض. خل بالابيض بعد بسوي ورود صغار. خل باخذ الحين اصفر وبحط منه نص الورود اللي سويتهم بهالوردة الوردية. خل باخذ الحين لون شفاف، لاني حاطة الوان اكريلك حق لا يتقشرون. النتيجة حدها تجنن يا جماعة، عجيب. ايدي حاليا صارت حدها تجنن، كل ضفر فيها احلى من الثاني، وهذا احس اكثر واحد عاجبني صراحة. صبغت الايد الثانية بهالدرجة من البنفسجي عشان يتناسب ويا الالوان مال الورود. ضروري تعطوني رايكم فيهم. خلنا نسوي الحين الرسمة الثانية. هذا بوكس اصبغ الاظافر اللي عندي، بستخدم الاصفر، ابيض، هذا الشفاف، احمر، والالوان اللي ما عندي اياها هني بستخدم بدالها اكريلك.
أول شي بسويه بالأحمر، بصبغ هالضفر وبحط في هالضفر لأنه ما عندي هالدرجة من الأخضر، فباخد أكريلك وبحطه هني لهالضفر. شو شلون الأكريلك شفاف، لازم أحط كله طبقة، فالحين بحطه كده عليه كامل. باخد الحين أصفر وبحط منه هني، بنزل الحين على التيب اللي حطيناه هني أسود، بشيل منه بفرشة صغيرة وبحط نقاط صغيرة عشوائية على هالضفر بهالشكل. باخذ الحين اخضر غامق بعد اكريلك وبحط منه في نص الضفر كذي بدمج. يا جماعه ادري ان اظافري حاليا الوانهم خرابيط بس نطر عليهم. الحين باخذ هذا اللون من سيفورا، وعقب ما نشف اللون في هالضفر بحط عليه طبقه كذي. شوفوا شلون خفف اللون. الحين بتبدون تفهمون ايش قاعد اسوي. باخذ اصفر بدمج يا ابيض وبشيل هاللون اللي طلع علينا، بحط منه هني بالنص بهالشكل وبسحب منه لاينات كذي. يا جماعة خلاص الحين مفروض تبدي توصلكم الفكرة. إذا ما فهمتوا مش قاعد أسوي نطر بعد. خل باخد أبيض بالفرشاة بشيله بحطه هني وبحاول أدمجه على فوق، شي بس بحطه بالطبطبة وشوي شوي أروح على فوق. بنفس الطريقة بحط أبيض هني وبدمجه بعد على فوق. الحين باخد أسود وبحط نقاط صغيرة هني، باخذ أبيض وبحط شوي على نقاط السوداء. خل بستخدم الأكريليك الأبيض لأنه أسهل، وبحط هني كيرف بهالشكل. بحط الحين نقطة في النص هني وبسحبها بلاين سيدة تشيله هني، مدد لاينات أكثر بهالشكل. باخذ الحين أخضر وبحط منه هني. هذه أسهل وحدة تخمنونها، عرفتون إنها جحة. باخذ الحين اصفر وبعد بحط نقاط هني. بنزل الحين وردي، باخذه بالفرشاه الصغيره وبحط منه حول هالضفر الصغير. بحط الحين نقاط سودان عليه بعد. بحط الحين على الاظافر طبقه شفاف، هذا صبغ اظافر عشان يجود الالوان الاكريليك. احس ان مستوى الابداع في الاظافير هالمره وصل مرحله غير. اظافر الفواكه طبعا، هذه دراجون فروت، كيوية، جحة، ليمونة وفراولة. أحس الكيوية كان يبغى لها تضبيط أكثر، بس بشكل عام طلعت جميلة. أي أكثر فاكهة فيهم عجبتكم؟ حق الرسمة الجديدة بستخدم كل درجات الألوان الفاتحة اللي عندي، أكريلك طبعا. باخذ الحين من الالوان بشكل عشوائي وبرسم بهم اشكال كذي عشوائيه. حطيت برتقالي وحط عليه بنفسجي، شوفوا شلون صار الضفر. بسوي الحين نفس الشيء في باقي الاظافر، شي برسم كيرفات عشوائيه. بلون ثاني الحين بمشي على نفس الكيرف، بحط وردي وبكمل بنفس الطريقه بالوان عشوائيه. باخذ ابيض الحين وبرسم هني وردة، شي بحطها بس نقاط، برسم وردة بكل الاظافر. بحط الحين في النص نقطة برتقالية في نص كل الورود اللي رسمتهم. باخذ الحين لون شفاف وبحط على الاظافر كامل عشان الالوان لا تتحرك. اوكي لحد الحين احس ان هذه احلى لوحة اظافر سويتها. هي الفكرة ان هذلين رينبو او قوس المطر بالوان باستيل او فاتحة. عاد هالمرة هاللوحات حرفيا كلهم باكريلك، ما استخدمت لهم الوان صبغ اظافر كلش. وشوفوا ما يتحرك اللون لان حطيت طبقة شفاف من صبغ الاظافر. هالمرة عندي فكرة غير عن اللي سويتهم قبل، وبستخدم فيها هاللونين. الفكرة هي اني احط نقطة من لونين على الضفر بهالشكل وأحاول أدمج بينهم كذي، أدخل بس الألوان في بعض وأشوف شنو يصير. شوفوا هاي بس تجربة صارت تجنن غريبة. أحس الطريقة شوي صعبة بس بحاول. بحط أول شي هني أحمر وهني بحط اللون الثاني بالفرشاة، بحاول أسوي كذي. وصلت لنا علم البحرين. خل بزيد شوي من الأحمر من الشفاف. يا سلام شوفوا شلون صار، شوفوا
يجنن. حق باقي الأظافر الحين ببدي باللون الفاتح، الكمية الأكثر اللون الفاتح. الحين بجيب الأحمر، شوف شلون، شوف شلون ينتشر. خل بحاول الحين أدخل هذا، هذا شي نسوي حركة دائرية. عجيب، شوف شلون الألوان قاعدة تتداخل في بعض، جنن يا جماعة. هذا أكثر شي ممتع سويته لحد الحين، أحس صار خاطري أسوي على اللوحات بعد. شو نحط الألوان، جي كمية، بعدين نحط أحمر. زين الحين نبدي نخفف ونحرك، نحرك شي بشكل دائري. واو شو شلون الأحمر، الأحمر درجة واجد قوية، مباشرة تحتل المحل. بابا قاعد يطيح، شيله. أوه طاح، ما عليه خله. نواصل نسوي كذي، خل بكمل الأظافر كلهم بعدين بعطيهم وقت ينشفون. الأحمر بحاول أحطه قليل قد ما أقدر لأنه بسرعة ينتشر. نحرك بحركة دائرية، هيب بليهني لون فاتح أكثر. أمبوي شوفوا ايش كثر، خل نحرك، خل نحرك، شوفوا شوفوا قاعد ينزل اللون. خلى تطيح النقطة هذه الزايدة لأن حطيت ألوان أوفر أوفر أوفر. خل تنزل، انزلي انزلي. في هالضفر الصغير من كثر الألوان اللي حطيتها ما صار نفس أخوانه، بس لأنه صعب أحط عليه الألوان وأدمج بخليه. خلاص الحين هاي آخر ضفر، حط شوي شي أحمر. شوف النقطة شلون تنزل بروحها. أمبوي أمبوي مأساة. دقيقة خل بنطفى، خل بنطفى ورد أحط الألوان مرة ثانية. مسكين ضفري مفلوم، حط هذا اللون أول. بحاول أخلي شي فلات لأن ما أمبي يتعفسون من البداية. حط الأحمر هني، والحين أدمج وأدخل الألوان في بعض بالشكل. نزيد لون فاتح هني، هذا صار غريب حد غير عن اخوانه. That's it يا جماعة، ان شاء الله عجبتكم الحلقة، لا تنسون اللايك سبسكرايب وتفعلون جرس التنبيهات. عبالكم بنهي الحلقة بدون ما راويكم الاظافر شلون صارة يا جماعة. عم بقول ان هذه احلى اظافر سويتها، بس احس اني بكون مصختها لان حرفيا كل ما اسوي شيء اقول لكم هذه احلى شيء. لا صدق هذا سكسك تجنن، يعني بالذات ان فكرتها غريبه وصعب اني اعيدها، او يعني لو حاولت اسوي الرسمه مره ثانيه على اظافري ما بتطلع نفس الشيء بالضبط. احس ان هذا وهذا اكثر اثنين عاجبيني، حدي حبيت. لازم تعطوني رايكم في كل لوحات الاظافر وخبروني اي اكثر لوحه على الاظافر عجبتكم. اوكي خلاص الحين صدق هذه نهايه حلقه اليوم، بحط لكم الفيديوهات المقترحة هني. لا تنسون اللايك سبسكرايب وتفعلون جرس التنبيهات.